الآن المتسابق حيدر حسن من محافظة السماوة يواجه أحمد الأسدي من محافظة ذيقار. حيدر حسن الثاني. حيدر حسن ومنو بعد؟ إخواننا. مواجهة رائعة ستكون ونارية. حيدر حسن و حيدر حسن وأحمد الأسدي. أحمد حيدر حسن الجياشي والنعم منك. قوم اختك ولاه الضيم خويا وسيل بويتامي. سلام الله. اش ما اركض وحاميها ألقى الشمر جدامي. زينب 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 أركض نبطيح النوب نوب الصوت شيك فن نوب الزم عباتي ونوب عين اطفال ريدين واسمع بي صياح احشم واجذب الون اصيح انويل عليل يصيح من هشلون طلعن ونار من الخيام بي وفوق النار مسبية وانت مقطع الجفين ترفس على ثرى وضامي. زينب زينب زينب. طيب الله انفاسك يا احمد الاسدي. نعم يا حيدر حسن. يا الله يا الله فضل. يا الله هذه القصيدة مهداة إلى شهداء العراق حسنت وبالخصوص شهداء الحشد الشعبي وشهداء سبايكر اللي راحوا بعمر الورد رحمهم الله جميعا. الله يرحم شهداءنا جميعا إلى رحمة الله في جنات حسنت. النعيم. فالقصيدة تقول بسك يا جناز خلصت الاعزاز خلصت الاعزاز بسك يا جناز خلصت الاعزاز صعبة وحرامات الورد يغفى على تراب اللحد صعبة وحرامات الورد يغفى على تراب اللحد خلصت الاعزاز خلصت الاعزاز ينظم يقولون الورد ما بين الزهور واحنا وردنا يختلف ينظم بالقبور ينظم بالقبور صار لي يزيف ابن صديق حظ الداوي بخيت زفت وليدنا بهالزمان بحضن التوابيت تعودنا على الموت زفتنا تعبوت تعودنا على الموت زفتنا تعبوت كل لحظة قطعة من الشبت تغفى على تراب اللحد كل لحظة قطعة من الشبت تغفى على تراب اللحد
خلصت الاعزاز خلصت الاعزاز. الله يوفقك احسنت الله يبارك بيك. اوقف امام المايك اثنيناتكم زين. نعم استاذ علي حيدر او احمد صح؟ نعم. حيدر انا هنيك على شغله واحده انه طلعت من شيخ ياسين الرميثي وسويت لك شيء شخصيتك قريته اهنيك على هذا الاختيار لانه ياسين الرميثي الله يرحمه اي واحد من الشباب هاي معلومه زين ذاك اليوم تمار ابن 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 الحج قاعدين هنا سوالي طبق الاصل صوت ياسين الرميثي الله يرحمه يعني هاي القضيه اللي يسويها ويسوي صوته كذلك مثل الراديو سمعنا التفتنا شيخ ياسين زين لكن من نسمع بغير مكانات ما يطلع يعني ما يطلع مثل الشيخ فانت من طلعت من شيخ ياسين اديت وجميل كان ادائك اليوم من هذا اختيارك حلو لكن اكو اخفاقات صارت عندك اخفاقات من طلعت من المستهل فتت على النص بالطبقه الصوتيه خانك خانك يعني صار عندك يعني وسويت ارتجال كم مكان معين بس اختيارك حلو وصوتك حلو احمد الاسدي بس اكو اخفاقات ما ننسى حمودي كان دخوله مو مرتكز ابدا اليوم ما اعرف ايش به كاداء ما اعرف دخوله مو مرتكز ايضا فات بالجسد سوى جواب اصلا جواب نشاز اللي بداخل النص وايضا مرات يرجع ما تمكن من ادائه ما كان مسيطر على القصيده كانت القصيده مسيطره عليه هو احسنت شيخ ميثم التمار الله يحفظك ويرعاك اذا تريدون انا رايي بصراحه اختياراتكم اثنينكم كانت خاطئه اختياراتكم للقصيده بصراحة أحمد أنت أصلا أدائك منبري ورجال قائد منبر وتلطم موكب هذا الأداء اللي أنت قريته الفالت اللي اعتمدت على الإحساس وكذا ما يلوق لك لا أبدا عرفت شلون فدير بالك على هذه حافظ على الأداء المنبري باللطمية زين حبيبي نعم أنا بخدمتك أما حيدر أنت روحك وإحساسك وأدائك ونوعية صوتك وكلك وعشيرتك وبيتك قائم على القديم ويحب التراث الأصيل صحيح لو أنا غلطان فشي راد لك من تختار ألحانك تختارها بدقة يا إما تكون مشتقة من الألحان القديمة أو مطعمة باللحن القديم قريبة عليه فدو أنا أقبل أياديكم وأقدامكم ممنون شيخنا أنت شنو كنت حاب الجرأة من هو اختار هيك ملاحظتك قيمة جدا الله يحفظك هو فأنت شي راد حجي يراد تختار لك أشياء قريبة للتراث أحد يلحن لك شيء قريب للتراث كل شيء قاعد يصوتك لو قار اللحن اللي قراه جبار الحريشاوي بذيك الحلقة يطلع يجنن نعتذر أبو علي طولنا عليك المقام لا راحتكم أحمد بس لازم نفسخ متسابقينك يعني إذا كملت كملوا أستاذ نمزح وياك بس دقيقة أبو علي دقيقة بقى حمودي حمودة أيضا صوت جميل ومو أقل كفاءة والله جميل جدا زين لكن الاختيار أما حيدر الجياشي حيدر انا كنت معول عليك لان صعدت اصوات عند علي استاذ علي نفس ادائك الان نفس اداء المله وايضا راح يصعدون من انا رتك تراث نعم رتك تقرا تراث حتى انافس بالمرحله القادمه انا الحقيقه اثنينهم ما راح اختار ما اختار ولا واحد نعم اذن القرار متروك لك لان مستواهم رئيس فريق مستواهم كان يعني مو بالمستوى ما كنت معول عليه انا كنت دايخ بيهم اثنين راح اختار منه انت ردتك تقرا يا ريت لو يسمح للسيد المخرج والاساتذه مقطع حسين من القديم من ياسين الرميثي انا جل احترامي لاراء الاخوان الشيخ حتى لا واحنا ايش قلنا له اللون لا يندثر هو احنا ايش قلنا له نعم هو وياك بس اقول لك احنا ويا رايك لو ما لا يفهمه شوف نسمع. هو محضره يعني جايب ابو علي فتجي من احنا قلنا له لو تقرا قديم لو قريب انا راح انافسك بالمرحله القادمه راح انافسك وانافس علي غير اطلع له فشي صوت جميل انت الفايز العام انا متنازل عن انا فاز اللون القديم عليه تحال هو وما يعني جنت على نفسها براقش هو بيده شو اسمها براقش مو مراكش مراكش استاذ مراكش 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 مو الساعة حان يعني هي تطيح يلا ماشي ابو علي ابو علي فدوى صيام صيام ادوري عليك يا ابن امي ولا واحد يذلني عادي انت بضيعي
فيصل. أشكرك بابو، حتى يحكمون السماوة عليك والرميثة مو أنا. أنت اختاريت هذا لنفسك. أما الأخ أحمد الحبيب أحمد، أحمد أداء منبر مجلسي، يعني إلزم مجلسي لطم 2000-3000 إجاني راح لعل إحساس، هي مرحلة خطرة. أنا أريد واحد من عندكم يقطع حتى تأخذ الثاني، فعليه أني شيخ ميتم خطفت أي اسم؟ أني إذا أبو علي ما راح يختارهم أني أختار حيدر. حيدر حسن الجياشي ما طلع من المسابقة أعزائنا المشاهدين، زين أبو علي تأهل ضمن أبو علي فريق. إلى حق يأخذ واحد بعد؟ إذا الشيخ أخذ واحد؟ إلك حق واحد، لك حق واحد. نعم إيه لك حق واحد. راح حسن يعني والله. خلي نعم. أحمد بالمنافسة. نعم. صوتي جنة. إحنا نختار له صح أحمد. أنا اختار له لا بقوة ماشي، ولو أنا ما رضى عليهم اثنين. إذن المتسابقين بقوا في المسابقة إن شاء الله، لكن بقى أحمد الأسدي ضمن فريق الأستاذ سمير ألف هل ألف هل حمودي، حيدر حسن الجياشي ضمن فريق الشيخ ميثم التمار. بس ده